اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام كل سنه وانتم طيبين النهارده هنعمل خروب فوري حاجه كده ممتازه بدل العصاير اللي بره اللي بيبقى فيها حاجات مش كويسه والوان مش كويسه اول حاجه معانا في المقادير نص كيلو خروب من عند العطار بيبقى مجروش كده واتنين فانيليا شويه ملح ليمون زي ما انتم شايفين رشه بسيطه قوي يعني ومعانا ايه الخروب دوت شايلين منه اي حاجه كده مش مش كويسه حته عصايه بتبقى عند العطار اي حاجه وطبعا معانا كوبايتين سكر ده سكر صحيح مش بودر ومعانا الكبه بتاعتنا ومعانا اتنين مصفى عشان نقدر نصفي بيها كويس قوي اول حاجه هنحط واحده واحده كده خروف في قلب الكبه حابه ايه ما يكونوش كتار عشان نقدر نحافظ على الكبه بتاعتنا نبتدي بقى نقفل ونضرب طبعا هنضرب ونقفل نضرب ونقفل عشان نقدر نحافظ على عمر الخلاط بتاعنا كده عملنا اول مره حطيته طبعا في المصفة على طول نحط تاني ونعمل شويه ونقفل ده كله عشان نقدر نحافظ على المطور يعني تلات اربع مرات كده تكون ايه فرمت كويس ناخد حبه تاني ونشغل ونقفل نشغل ونقفل لغايه ما ينعم خالص ونحطه في قلب المصفى حاجه كده معموله في البيت انت ضامنه المكونات بتاعتها آه الاولاد هياخدوها في قلب البطرمان وهيكون جاهز معاهم وعشان رمضان بيحب العصاير زي ما انتم عارفين احنا بنعمل حاجه شغل بيت وحاجه مضمونه ونظيفه طبعا دي اخر حبه خروب معانا البطرمان ده بقى هينفعك اولادك عايزين يشربوا كوباية في ساعتها هيعملوها يبقى البطرمان جاهز قدامه كده بقى هنصفيه هقعد اصفيه قوي واللي هيتبقى برضو ايه هشيله واحطه في الكبة عشان اقدر افرمه تاني مش هنرمي حاجة خالص الا كمية بسيطة قوي بص هاخده افرمه برضو بقلب الكبة مره اتنين تلاته لغايه ما يتفرم كويس قوي انا بشوفه من الازاز فوق من قلب الكبه باخد برضو الحبه اللي هما بيبقوا حبه اكنهم حبه تراب ناعمين كده بيبقوا فوق من قلب الخروب بيبقى ناعم قوي بصوا بيبقى ناعم قوي الخروب ازاي فباخده وبنزل ايه اللي في الخلاط كويس وبعد كده برضو ايه أبتدي اصفيه من لغاية ما الحتة اللي هي في الخروب اللي هي ايه بتبقى ناشفة قوي ما, ما بتدوبش معايا مهما فرمت فيها او عملتها في المفرمة بتاعتي الكبة فبعد ايه انزل برضو ايه الحبيبات اللي هي ايه هتنفعني في قلب طعم الخروب نفسه يعني كل الشوائب بس هي اللي هتطلع هي الحتت الصعبة اللي الخروب بتاعها عمره ما هي هيتفرم معايا طبعا انا كده عملته كويس قوي في كل ضربة عشان يبقى ناعم واخد منه نتيجة كويسة لما اعمل كوباية العصير الخروب بتاعي بصوا هقلبه اهو بصوا ناعم ازاي ناعم جدا الحمد لله نزل كده ايه بصوا بسلاسة وحلو جدا هنحط بقى كزين الفانيليا هو برضو الفانيليا بتديها طعم طعم وريحة هنحط رشة بسيطة قوي من ملح الليمون مش عايزة تحطيها عادي بس هي بتحافظ على كمية الخروب اللي معانا وكمان بتعمل تست عالي قوي في قلب الكوباية اللي انت بتعمليها كوباية عصير ليكي عشان تشربيها هي نسبة بسيطة قوي انا ما بقدرش اكتر عشان ايه بخاف على على صحتنا عشان الضغط العالي كده انا هاخدها واحطها في قلب كوبايه عشان حسب كمية الكوباية الخروب اللي معايا هحط كمية سكر يعني قد كمية الخروب هحط سكر كده انا مليت اول كوباية طبعا انا معايا كوبايتين سكر فايه هجيب كوباية تانية انا حطيت كوبايتين سكر وكوباية خروب هجيب كوباية تانية املاها برضو عشان اشوف هحط سكر قد ايه عشان عايزة الكمية تبقى واحدة هنملك بقى الكوباية التانية اهي ما اقولكمش بقى على الريحة والحلاوة ريحته فعلا يعني الخروب ده انا من عشاق الخروب اصلا قلب رمضان بعشق الخروب لان من العصاير اللي انا بحبها في رمضان وعامله طبعا عصير الدوم وعامله برضو عصير الخروب معاكم بكذا طريقه دي طريقه فوريه والتانيه طريقه عاديه هي وعصير الدوم اتفرجوا عليهم برضو ان شاء الله هتعجبكم وعامله طريقه السحلب وعامله طريقه الصبية يعني الحمد لله كل حاجه عصاير رمضان ان شاء الله هتلاقوني عاملاها لكم في فيديوهات كده حطيت كوباية كوباية سكر والكوباية التانية سبت ربعها بس فهحط كل الكمية على بعضها وابتدي اقلب عشان لما حد ياخد من قلب البطرمان يبقى كمية كويسة وتبقى كمية حلوة يعني هياخد مثلا معلقتين او معلقتين ونص في قلب الكوباية هت هترمي معاه جامد اللي بيح... اللي حابب بقى طعم الخروب قوي يزود في الكوباية بتاعته. لازم نقلبه اقلبه كويس. عشان يبقى كله في البطرمان مية واحدة عشان لما حد يجي ياخد بالمعلقة يبقى كله مع بعضه كويس انا طبعا مش ب... مش بضيف سكر تاني لما ببتدي اللي انا اخده وعمل كده حطيت مية في الكتل ومعايا البطرمان وكاتبة عليها عشان يبقوا عارفين عايزة تسيبيه برة عادي احنا حاطين ملح ليمون هيحفظه عايزه تحطيه في في الثلاجه برضو حطيه عادي احنا في شتا كمان يعني لو صيف ممكن تحطيه في الثلاجه كده بقى زودته ميه شوف اللون بتاعه عامل ازاي حاجه كده مركزه انا بحبه مركز وتقيل زي العصير بره لما بتجيبيه برضو كده بيبقى عصير بيبقى مركز كده فانا هقلبه كويس قوي بصوا اللون ما اقولكمش على الريحه والله العظيم حاجه والله العظيم تفتح النفس اللون بصوا عامل ازاي حاجه كده خرافه بدل العصاير اللي بره اللي احنا ما نضمنش معموله ازاي فيها بقى مكونات مش طبيعيه ولا الوان مش صحيه فاحنا كده بنعمل حاجه في بيتنا وصحيه وحاجات عارفين احنا حاطين ايه في قلب البطرمان بصوا انا هعمله البطرمان هيبقى ما شاء الله قد ايه نص كيلو بطرمان ده كبير مش صغير اهم حاجه الكوبايه بقى تسيبيها لغايه ما ايه تهدى خالص والعصير كده هو يبقى لونه حلو وكل والميه تاخد من قلب السكر والخروب اللي احنا طحناه وبعد كده بقى حطي التلج بقى اللي انت عايزاه وعايزه تزودي ميه من التلاجة زودي عايزه تحطي تلج تزودي يعني الكوبايه دي ممكن تعمل لك كوبايتين كمان معاها بس انا بقى لكم انا بحبه يبقى ايه آه تقيل ما شاء الله البطرمان بصوا خد قد ايه اهو ده بقى فوري ولا في الوان بقى مش كويسه ولا في اي حاجه مش حلوه وانت بتبقي منقيه الخروب وتبقي ضامنه حاجتك اللي انت بتعمليها وتبقي واثقه منها جدا لان انت اللي عاملاها انما اي حاجه بره انت مش بتبقي واثقه هما منقيينه ولا شايفينه حاطين فيه ايه بالظبط هما بيعتمدوا على الالوان اللي هي مش طبيعيه اصلا فكده دي حاجه جاهزه معانا وطبعا ايه آه مفيدة والعصاير حلوة قوي في قلب رمضان احنا بنبقى محتاجين فعلا عصاير اكتر من الاكل بصوا اللون بصوا والله اللون دوت وريحته زي العسل كده فعلا والله حاجة جميلة اعمليه بقى وجربيه وما تنسينيش بقى في دعوة حلوة عشان انتوا بتنسوني في, في قلب دعوة نفسي كده تكتبولي كده تعليق كده وتدعولي فيه اهو بقى العصير معانا وعملته كمان باللبن واحلى شير ولايك وسبسكرايب مع ايمي ودعوه حلوه بقى وكومنت حلو وفى رعايه الله